17 يناير 2012، يوم جديد، يوم ساقع، ما زلنا برضو لسه سقعانين، بقالنا كام يوم الدنيا ساقعة قوي. معايا الصحفية النهاردة، الصحفية الجميلة أمينة خيري، الصحفية في جريدة الحياة اللندنية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازيك يا اشرف؟ بس سقعانة؟ النهارده 18 على فكره احسن شويه، احنا كنا 14 و15 فيعني احسن شويه. بنتحسن إن شاء الله، نتحسن يتحسن في الجو. كل مدى هنتحسن أكتر لغاية لما نوصل يا 25 مسهل يناير، يا مسهل. صح؟ يبقى في حاسه في تحسن اسقاط أكتر. في الكلام، بس يعني ان شاء الله يبقى في إلى تحسن. حد ما بس هو زي ما انت كده يعني حاسس، يعني ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يسهل. عشان ما نضايقش الناس. بس عندنا 8 أخبار النهارده نقيناهم من الأهرام والمصري اليوم والشروق والأخبار، عدة جرايد. بنبتدي من جريدة الأهرام صفحة أولى: أزمة البنزين تعطل الحياة في شوارع مصر. المصري اليوم صفحة أولى: أجواء 25 يناير تفجر الأزمات وتشعل الاحتجاجات. الشروق صفحة 9: الحكومة تواجه أزمة الوقود باستئناف ضخ الغاز لإسرائيل. الأخبار صفحة 6: ترشيح الكتاتني رئيسا للمجلس الشعب والوكيلان سلفي ووفدي. الشروق صفحة 7: فريد الديب: نظام مبارك يمتلك أدوات البطش والإيذاء والانتقام السياسي الغادر. ده قالها امتى انا مش عارف. المصري اليوم صفحة أولى: أهالي الضبعة يتصدون لهجوم على الموقع والكهرباء، الخسائر نص مليار جنيه. الشروق صفحة أولى: طوارئ للسيطرة على غضب البيئة الملوثة في أبو زعبل. الأهرام: إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري في 6 فبراير. أستاذة أمينة، إحنا عندنا الأول 3 أخبار متهيألي متعلقين بالأزمات. تمام. الأهرام صفحة أولى: أزمة البنزين تعطل الحياة في شوارع مصر. والمصري اليوم صفحة أولى: أجواء 25 يناير تفجر الأزمات وتشعل الاحتجاجات. والشروق صفحة 9: الحكومة تواجه أزمة الوقود باستئناف ضخ الغاز لإسرائيل. يعني هو نبتدي، اذا كانت الشروق بتقول يعني علاج ازمه البنزين باستئناف ضخ الغاز، يعني طبعا الشروق بتتشقى، يعني بتعمل شقاوه ان هو مفيش علاقه يعني مباشره بين الاثنين، ولكن طبعا في اسقاط ان احنا كلنا متهيألي اللي بيستخدموا عربيات سيارات ملاكي، او اللي بيستخدموا وسائل نقل عام، او اللي بيستخدموا تاكسيات، الناس كلها عارفه مش حاسه ان في ازمه طاحنه بالنسبه للبنزين. الازمه دي قد تكون ان اللي معروض اقل كتير من المطلوب، وقد تكون ان في تهريب، ولكن في كلتا الحالتين المحصله النهائيه ان في ازمه بنزين. بالتالي اي حد بيحاول ان هو استاذ امينه، بدون قطع كلامك، انا النهارده الصبح يعني في عدد كبير من الاواضي المسكوها ناس فعلا بتهرب بنزين، معرفش بس بقى اللي هيهرب بنزين غزه يا اشرف، بقى هقول لك على حاجه. لبنان في حته حاجات تانية، اصلا معرفش. هقول لك على انما حاجه. يعني مسكوا كذا قضيه النهارده الصبح وكانت بتذاع في راديو تمام، مصر. وانا قريت برضو يعني حاجه شبيهه بدي. بس هو اللي هيهرب، هل هيهرب اولا على مستوى الجمهوريه كلها، وبعدين اصل يعني التهريب لازم يتم عن طريق سيارات عملاقه، يعني مش عن طريق جاريكان بنزين او كده. نعم. طبعا في حاجات كتيره بتتقال، حاجات بعضها يضحك، زي مثلا ان مفيش يعني كميه مش كفايه، علشان خوفا من ان بعض الناس تستغل وجود البنزين فتعمل مولتوف فمش عارف ايه، او ان حركه الناس تبتدي تقل ذهبا بقى. تدريجيا قبل يوم 25. طبعا كلها يعني حاجات ايه اللي هي اجتهاد. احنا بس محتاجين حاجتين الحقيقه. احنا محتاجين اول حاجه نعرف سبب الازمه ايه، سبب الحقيقه، عشان ما ينفعش ان احنا وزير البترول يطلع يقول لنا ان الدنيا تمام وان ما فيش اي مشاكل، لان في طبعا مشكله. وزي ما قلت لك في الاول، سواء المشكله ان ما فيش المعروض مش كفايه، او ان في تهريب. والحاجه الثانيه ان احنا محتاجين بنزين، يعني المساله ببساطه كده. نعم. الفكره بقى الثانيه الحقيقه ان زي ما قلت لك كده يا اشرف، حكايه الشروق الشقاوه بتاعتها ان هي جريده الشروق، طبعا يعني ان هو الربط ما بين الوقوف في الطوابير وبين تصدير الغاز لاسرائيل. طبعا احنا بنصدر غاز لاسرائيل بقالنا سنين. اللي حصل طبعا خلال السنه اللي فاتت، او تحديدا 11 شهر اللي فاتوا، ان خط الغاز اللي هو بيغذي الغاز الطبيعي اللي بيغذي اسرائيل بالغاز والاردن تعرض للتفجير 10 مرات، يعني في ظرف 11 شهر زي ما قلت. فاللي حصل امبارح انه بالصدفه تصادف يعني يوم امس مع استئناف، او يعني بث تجريبي زي ما بيقولوا، ضخ تجريبي لهذا الغاز لاسرائيل. طبعا الربط بين الاثنين هيخلي الناس تاني تستفز اكتر. احنا دلوقتي مش ما عندناش بنزين، وانتوا عمالين بتشتغلوا في الناحيه الثانيه علشان استئناف تصدير الغاز. زي ما قلت لك في الاول، هو ما فيش علاقه مباشره، ولكن طبعا احنا عندنا ازمه حقيقيه، والازمه دي مش بس مأثره على
سير المواطنين في الشوارع وشوارع مصر كلها على فكرة، مش القاهرة واسكندرية بس، نعم ولكن في أزمات مرورية طاحنة. احنا يعني امتلي القاهرة، نتكلم على القاهرة ان انا ما روحتش بره يعني خلال الايام اللي فاتت، احنا تحولنا الى جراج ضخم جدا نعم جدا. نعم شارع القصر العيني مثلا عشان في جزء كبير مغلق لاسباب امنية، المربع كله في وسط البلد تقريبا لا يتحرك. مصر الجديدة طبعا في، كنا لسه بنتكلم عن ان سائقي السيارات النقل والمقطورات ان هم قاطعين الناحيه اللي هي نازله ناحيه وسط البلد في الاوتوستراد، وبالتالي طبعا ده مسمع في مربع مصر الجديده كله. نعم فهي الفكره ان احنا بندور في دوائر مفرغه، في احتجاجات، في ناس كتير عندها مطالب زي ما قلنا شرعيه، مطالب قد تكون فئويه، ولكن الحقيقه مش كل ما حد يبقى عنده مشكله ان هو هينزل يقطع شارع. امبارح على فكره حصل ان في البعض قام بإحراق قضبان السكك الحديدية اعتراضا على عدم وجود أنابيب بوتاجاز، ودي طبعا أزمة أخرى احنا بنعيشها كل سنة، ولكن السنة دي يمكن عشان الأزمات كلها تكلبت علينا نعم فالموضوع يعني صعب شوية. ربنا يستر، ربنا يستر على كمية الأزمات دي. لكن احنا هو غير عارفة الستر احنا أستاذة محتاجين أمينة، بقول يعني احنا دايما عارفين إن احنا عندنا مشكلة أنابيب البوتاجاز. في كل وقت يعني من السنة، في يعني تمام، اليومين دول، اليومين ودايما الستة دول. عارفين إنه يعني اللي أنا سمعته وعرفته إنه وزير البترول نفسه، أساسا الوزير نفسه قال من حوالي كام شهر يا جماعة خلي بالكم عندنا نقص. يعني احنا دايما بيبقى عندنا عارفين، فكرة إن احنا احنا عندنا عارفين، مشكلة، دي اهم حاجة ان احنا احنا ليه ما عارفين. بنحلهاش قبل ما بتحصل؟ هي في مشكلة تانية الحقيقة، بس عشان موضوع البنزين ده قبل ما نسيبه، ان طبعا في ناس كتيرة رابطة، بس ناس خبراء شوية رابطين ما بين نقص البنزين هذه الايام وزيارة وفد من صندوق النقد الدولي. احنا طبعا عايزين ناخد 3.2 طب ايه اللي دخل ده مليار بده؟ دولار. هقول لك ايه اللي دخل ده في ده. من ضمن الشروط الاساسية للحصول على مش منح، على نعم قروض من نعم صندوق النقد، نعم ان بيبقى في شروط طبعا. مفيش حاجه اسمها ان انا هاجي اسلفك كده تمام حبا فيك، يعني انا ممكن اسلفك لكن انا بتكلم على تمام الدول والمؤسسات التمويل الدوليه، كويس. بيبقى في شروط. من ضمن الشروط الاساسيه هي رفع الدعم عن المنتجات البنزين البتروليه، وده وده اللي كان بنتكلم فيه ايام وجود النظام السابق طبعا، وحصل يعني هرج ومرج. اخر نقطه بس سريعا جدا، حزب الحريه والعداله اللي هو اخذ طبعا يعني الاغلبيه في الاصوات، نعم البرنامج بتاعه من ضمن البنود بتاعه البرنامج الاقتصادي ان هيتم رفع الدعم عن البنزين بمقدار حوالي 50% على يعني تدريجي على مدار مدة اقصاها اعتقد 3 سنين، خصوصا بنزين 92 و95. فهي الفكرة ان احنا بطريقة او باخرى شئنا ام ابينا احنا هنوصل لارتفاع اسعار البنزين، بس هي احنا محتاجين شفافية. اذا في نية رفع السعر يا جماعة نعم قولوا لنا، ادونا فترة نبقى المفروض فاهمين الحكومة نبقى عارفين. بقالها يومين دلوقتي عمالة تقول يا جماعة احنا مش مفيش هنزود في أسعار البترول، مع العلم ان مش اي هنزود. اشاعة، مش بقى اي ارتفاع فعلي في الاسعار تمام. بالنسبة للبنزين، طبعا ده بينعكس على كل السلع الاخرى، لان طبعا التجار عندنا ما بيصدقوا زي ما بيبقى بتقولي فيه، إن حزب الحرية والعدالة بتقول إن احنا احتمال مش احتمال، ده هي الخطة. الخطة بتاعتهم بتقول طبعا، كده. وهي على فكرة ده واقع، يعني مش هينفع ان احنا نهرب منه. احنا كنا أصل النهارده أنا لسه قاري في الجورنال يا إما في المصري اليوم يا إما في الأهرام إنه حزب الحرية والعدالة بتقول إن بيرفض إحنا جميع ناخد الشروط. أي قروض مفيش ولكن حاجة اسمها بأي كده، شروط لا سياسية. معلش يعني اعذروني، مفيش حاجة اسمها قرض بدون شروط. هم قالوا بدون شروط سياسية، ممكن بدون شروط سياسية، لكن أنا كمؤسسة تمويل دولية أنا بتاع إيه أدي لك قرض بهذا الحجم تمام. إلا لو أنا عندي ضمانات إن أنت هتصرفه بالطريقة اللي أنا شايفاها مظبوطة. إحنا يعني في ما زلنا في هو ده للتسويق العاطفي للمصريين، ان انا نعم بقول لك انا هاخد الفلوس دي، ايوه هاخدها مضطر يعني، ولكن مفيش اي قيود عليا، لا مفيش حاجه اسمها كده. من ضمن برضو الأخبار حوالين برضو حزب الحرية والعدالة اللي فاز في مجلس الشعب بعدد كبير جدا من المقاعد، الخبر اللي جاي الأخبار صفحة 6، ترشيح الكتاتني رئيس لمجلس الشعب والوكيلان سلفي ووفدي. طبعا ده كان متوقع ان تبقى الرئيس رئاسة مجلس الشعب للحزب اللي عنده الأغلبية والوكيلين. طبعا انا بس يعني سعيدة شوية ان في حصل نوع من انواع ان الناس قعدت حوالين ترابيزة واحدة من غير ما يضربوا بعض ولا يرموا ملطوف على بعض ولا يرموا بعض بالحجارة او يشتموا بعض، ان حصل امبارح نوع من انه توافق ان الدكتور سعد الكتاتني اللي هو امين حزب الحريه والعداله هيكون رئيس مجلس الشعب المقبل، تمام اللي ان شاء الله متوقع تكون اول جلساته يوم 23 يناير، وان الوكيلين هيبقوا للحزبين اللي خدوا التاليين. المركزين الاثنين الثاني والثالث، هو طبعا حزب النور السلفي
وحزب الوفد. وطبعا الاسم المرشح بقوة هو للسيدة مارجريت عايزر من حزب الوفد، وده انا شايفة انه شيء ايجابي جدا انها سيدة وقبطية نعم وتكون وكيل مجلس الشعب. انا شايفة ان ده على الاقل شكليا نعم يعني للبداية انه ده نعم شكل جيد جدا. طبعا يعني الايام اللي جاية هنشوف فيها كلام كتير واخبار كتيرة عن التحالفات والتوافقات. هل الوفد هيعمل يكمل تحالف مع حزب الحرية والعدالة؟ طبعا في تصريحات متضاربة حتى من داخل حزب الوفد نفسه، واضح ان في انقسام داخلي، هل احنا نتحالف مع حزب الحرية والعدالة نعم ولا ما نتحالفش؟ ولكن طبعا انا اتوقع ان هيبقى فيه بلاش تحالف، نوع من انواع التوافق يعني السياسي، وده على فكرة مطلوب أستاذة يعني. أمينة، هو الترشيح الكتتني هو رئيس لمجلس الشعب، يعني عندك فكرة عن السي في بتاعه الخاص بيه؟ هل هو ضليع في القانون قوانين مثلا، أو هو هل الدكتور عندك فكرة كتاتني عن كان رئيس الكتلة البرلمانية الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين اللي دخلوا مجلس الشعب سنة 2005، وده كان الدخول التاريخي نعم بتاعهم. نعم طبعا احنا ما عندناش سي في خاص بالدكتور الكتاتني في شأن قدرته على تسيير الأمور في داخل التشريعية وكده في داخل مجلس الشعب، ولكن هو راجل ليه نعم تاريخ طويل جدا، تمام طبعا عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وزي ما قلت لحضرتك هو كان رئيس كتلة أعضاء الجماعة اللي هم تمام دخلوا البرلمان في الدخول تمام التاريخي، كان لا 88 عضو انا سؤالي محدد، ان هو مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب ده المفروض ان هو يبقى افترض. فيه عنده طبعا كان في خلفية مستشار قانونية، مديري وانه طبعا، يعني لا هو هل ده متوفر ان شاء الله لا، او يعني؟ حتى يعني كان بعض التعليقات اللي اتقالت امبارح من بعض الاحزاب الاخرى اللي ربما يعني هي طبعا مضطره انها توافق على ترشيح الدكتور نعم الكتاتني، لان نعم ده نعم ترشيح الحزب الفائز بالاغلبيه زي ما قلنا. تمام ولكن كان في يعني مش هقول علامه استفهام، شويه علامه تعجب، هل هو قادر فعلا أقدر على ولا القيام بهذا الدور تمام ولا لا؟ أوكي ولكن احنا مرحله جديده تماما، وهننتظر هنعرف ونشوف ايه اللي هيحصل هنعرف يعني. الخبر اللي جاي ده بقى، اللي انا عايز اعرف الاستاذ فريد الديب قاله امتى. الشروق صفحة 7، فريد الديب: نظام مبارك يمتلك ادوات البطش والايذاء والانتقام السياسي الغادر. شقاوة برضو تاني النهاردة، الشروق عاملة شغل جامد طبعا. ده قاله امتى طيب؟ ده قالوا الحقيقة سنة 2005 في مرافعته عن الدكتور أيمن نور، طبعا في قضيته الشهيرة اللي هو التزوير توكيلات الخاصة بحزب الغد. وطبعا يعني كلنا عارفين كويس، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الدكتور أيمن نور، إن القضية دي كانت قضية ما يسمى بالانتقام السياسي، طبعا في إطار مرافعة المحامي فريد الديب اللي هو محامي وليس سياسي، نعم علشان برضو ما نظلمش حد، هو الراجل محامي ومهمته ان هو لما بيقبل قضية ان هو بكل ما اوتي من حكمة وحنكة وذهاء يحاول يطلع الموكل بتاعه من القضية. تمام فطبعا هو في إطار مرافعته عن الدكتور أيمن نور قال من ضمن ما قال طبعا ان النظام القائم يمتلك ادوات البطش والايذاء والانتقام السياسي الغادر، وليس لديه اسهل من تلفيق الاتهامات. طبعا الشروق خدت بالها ان ده الكلام اللي صدر عن فريد الديب سنه سنة 2005، 2005 وسنه 2011 طبعا هو بيصف الرئيس السابق مبارك بانه فارس سقط من على جواده. مهمته كمحامي ان هو يعمل كده، ولكن احنا طبعا ك مشاهدين او مراقبين او متابعين صعب علينا ان احنا نتخيل ان الشخص اللي بيقول على النظام السابق كذا هيقول كده النهارده، بس علشان احقاقا للحق نعم في نفس المرافعه اللي هي كانت سنه 2005 قال فريد الديب المحامي يعني القدير الكبير فريد الديب، وهو اللي هو طبعا من ضمن شغلته ان هو يمسك العصايه من النص، قال من ضمن ما قال: قبل ان نتحدث عن دوافع التلفيق نؤكد ان الرئيس مبارك رئيس الجمهوريه رئيس الحزب الوطني بعيد تماما عن التلفيق الذي سنتحدث عنه. يعني هو نقى بنفسه عن هو احنا مش واخدين بالنا من كلمة واحدة بس، انه نظام مبارك نظام مش مش مبارك مبارك. بالظبط، يعني ده محامي يا جماعه، يعني هو ده تمام، البروفيشن بتاعته بيعرف مهنته. ازاي. وفاهم كويس انا كان الكلمه نفسي اطلع عنده، محامي الحقيقة. تقدر على فكره عندك ينفع؟ ملكه يعني. بس هو على طيب فكره احنا الاعلام اليومين دول محتاج محامي فعلا، تمام لان احنا بنتكلم كلام مش احنا يعني تمام كلنا الحقيقه، كل تمام القنوات وكل الصحف بنتكلم كلام احنا مش عارفين قوي هو معناه ايه ودلالاته ايه. طيب ننتقل إلى موضوع تاني هام جدا، خاص بالطاقة النووية في مصر. المصري اليوم صفحة أولى: أهالي الضبعة يتصدون لهجوم على الموقع، والكهرباء: الخسائر نصف
مليار جنيه. كارثة طبعا تانية من سلسلة الكوارث اللي احنا عايشينها. طبعا موضوع الضبع على فكرة شغال بقاله أكتر من 40 يوم، يعني في اعتصام من قبل أهالي الضبعة، طبعا المشروع اللي هو كان المشروع النووي لتوليد الطاقة في الضبعة، وكان عليه كلام كتير جدا، رجال أعمال عايزين ياخدوا الأرض لأغراض سياسية، وطنيين عايزين ان هم يمضوا قدما يعني في هذا المشروع. طبعا اللي حصل ان الناس اهالي الضبعه اخذت منهم هذه الارض سنه 81، وتم تعويضهم بالمبالغ اللي رات الجهه المختصه يعني في هذا الوقت ان هي هم يستحقوها. اللي حصل ان هم اعتصموا معتصمين من كذا ديسمبر، يعني في وقت ما في ديسمبر قلنا حوالي شهر ونص دلوقتي، حصل اتفاق وقعده بينهم وبين افراد من القوات المسلحه وبينهم وبين افراد من الجهات المسؤوله في المحافظه، واتفقوا ان الموضوع هيتحل. المشير طنطاوي كان اصدر قرار ان الناس اللي هي تضررت من اخذ او سحب هذه الاراضي ان هم يتحاسبوا على سعر الاراضي بسعر 2011 مش بسنه 81، رغم ان هم تقاضوا هذه يعني قيمه هذه الارض. الحقيقه اللي يعنيني هنا دلوقتي، انا دلوقتي متضرره من شيء، يعني ايه انا اخد لوادر واهدم بيها البنيه الاساسيه اللي موجوده في محطه توليد الكهرباء اللي هي بتغذي اوريدي مناطق كثيره جدا في مطروح وعلى الخط بتاع مطروح ده، وان انا افجر باصابع ديناميت افجر هذه الاملاك اللي هي املاك الدوله. نعم. والدوله مش مبارك، والدوله مش النظام، والدوله مش حزب معين. نعم. ولا وطني. نعم. ولا حريه وعداله. الخسائر زي ما حضرتك قلت نصف مليار جنيه، دي الخسائر المبدئيه. فهل ده هو ده؟ هل انا هاخد حقي بهذه الطريقه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الحقيقه ان في كلام ابتدى يتقال، وبرضو ارجع تاني هنا واقول المسؤوليه الاعلاميه، ان صرحت مصادر رفضت ذكر اسمها ان اللي ورا هذه الاعمال التخريبيه احد اعضاء او يعني المتعاطفين مع الحزب. نعم. الوطني السابق. فالتحقيقات هنعرف ولا مش هنعرف؟ اكيد هيبقى في تحقيقات. بس ما بنعرفش. هو في تحقيقات بس ما بنعرفش الحقيقه. نتمنى ان احنا نعرف والتحقيقات توصل لنا بشكل او باخر سريعا، لانه خلاص فقرتي خلاص انتهت. الشروق صفحه اولى، طوارئ للسيطره على غضب البيئه والملوثه في ابو زعبل، والاهرام اعاده محاكمه هشام طلعت والسكري في 6 فبراير. سريعاً تعليق اعاده محاكمه هشام. سريعاً جدا. هم طبعا محكمه النقض قبلت النقض المقدم من منهم هما الاثنين. تمام. وبالتالي ده معناه ان هم هتعاد محاكمتهم. وهل ده لصالح هشام طلعت والسكري ولا ضد والسكري؟ هشام صالح ده لصالحهم طبعا، بل ان الدفاع ان المفروض هيطلب الافراج عنهم فورا. نعم. على اساس ان هم قضوا اوريدي فتره الحبس الاحتياطي. استاذ امينه خيري الصحفيه في جريده الحياه اللندنيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. برضو في أجواء ثورة 25 يناير، ولسه هنحتفل في 25 يناير، يوم 25 يناير 2012 أقيم بقصر الأمير طاز ندوة بعنوان ماذا بعد عام من ثورة 25 يناير. حضر الندوة الدكتور حسن نفع والدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والكاتبة سوسن الدويك. نروح نشوف التقرير ونرجع ونكمل فقراتنا. نهاركم سعيد.